2 لشيخ ظفار العماني الجنوبي بيعدي حيلعب لماجد وماشي ماجد وحج ماجد وبيحطها في المرمى يحطها في المرمى يحطها في المرمى يحطها في المرمى ماجد عبد الله ماجد عبد الله بيذكرني بالاهداف الحلوه 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 واحده من الاهداف الجميله اللي كلنا ما ننساها الماجد شوفوا الفرحه كيف على الجمهور شوفوا فرحه الجمهور بالهدف الجميل الحلو من ماجد عبد الله لاعب كبير كورة بذكاء عدى منها ماجد ويسجل الهدف الثالث للنصر انطلاقة ولكن هنا صاحب التمرير الحلوة الجنوبي اللي لمح ماجد وعدى ومشي وخطوة ولعبها في المرمى الخالي رغم متابعة 2 من ظفار ولكن ماجد أسرع ويسجل ماجد عبد الله واحد من أحلى الأهداف الجميلة حتى الآن وثلاثة النصر لا شيء ظفار العماني هذه عادة مرة أخرى شوفوا اللعبة الحلوة شوفوا الخبرة الخبرة لها دور كبير ما في شك الخبرة ماجد عبد الله من اللعيبة الكبار مهما تكلمت عن ماجد